الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين نكسو الشري تفسير سورة الحاقة آيات كأين صوم الري آيات دو إلى هيري لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تفسير كأين الشاقني بي علماء قاركوت المامين وكساب سن دونيها أجره بدل لقمره waxa lagu xasuusanayaa doonidii nabi nuux. Marka nooceediba waxa laga yeelay noocii doonidaas oo doonya ah ayaa laga yeelay wax doonidii lagu xasuusto oo lagu cibro qaato. Bacdi kale culammada ka mid waxaba yidhaahdeen waa in markii aynaan sheegin inay yidhaahdeen doonidii lafteedii baa aasaarteedii baaqi noqotay oo ummaddan awalkeedii ay soo haleesho soo gaadhay. ودوني نبي نوح بورت جودي اللي يرهد كور كيدا يقص بناطي يدانا لك قدري واستوت على الجودي وطا الله يريد مركا تابعين تقار كود وحي يرهدين أمدا أول كيدي وحي سوها لين السوقارين لو حانتي دوني دا سو بورت صارن جودي اللي يرهدو أي سوقارين بورت جودنا وحي قطع العراق أرض الموصل بيقولوا ده. ثم معناه ذو حي النقر إيسا عينتي الدوني ذا سلفت يدي أه بلغي العبراء يوح لقو عبرقاته إن بضن علماء ذا كم ذي سلاي مرينا وحي تاهي النوع يدي بلغي العبراء يوح لقو عبرقاته الدوني ذي لقو حصوصته نبي نوح. الله وحي يدي فلا أقسم بما تبصرون أي فأقسم وحن كل دارنا إياه بما تبصرون وحا أركيسان بان كدارني وما لا تبصرون وحا إذا أركينا وكدارني إنه قرآن كل قول رسول رسول هذا الكيوي رسول كاسو كريم شرف له وما هو معها من قرآن بقول شاعر قبيا هذا الكيم معها قليلا ما تؤمنون إيمان يربى الرمين إسان إيمانا قليلا تؤمنون ما دوى توكيد القلة أما زمنا قليلا تؤمنون واختيار بارهما ينسى ولا بقول كاهن فالية أما حدقية هذا الكين ماها قرآنكم قليلا ما تذكرون وأنتو يربى وأنتو بيسان أما واختيار با وأنتو بيسان ما دوى توكيد القلة ومزيد للتوكيد تنزيل من رب العالمين أي هو قرآنك تنزيل أي منزل مثل السودة الشيوي ومصدرك أو مفعول لغة شيدو من رب العالمين رب العالمين كحق يسلق السودة الشيوي ولو تقول علينا بعض الأقاويل حضون نقعرا لها ونقع الشيق لها إلى هيره نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل هذا الذي قال كود هدو نغا الشيغي لها بمعنى هذا رانان أوران هدو نغا الشيغي لها لأخذنا منه باليمين لأخذنا واقبا لهين منه حالي إساقا كمتهاي باليمين مدك تأيا نقبا لهين يعني مدك تيسا نقبا لهين أما لأخذنا واقبا لهين منه باليمين وحن كقبا لهين مدكتان كقبا لهين ثم لقطعنا دبنا واتشر لهين منه الوتين حقيس وحن كتشر لهين حول المريض كانوا تشر لهين أما هل بولها وين قلبك كحرا أديك كالسوق هذا نقوين لهين وحي كلا علماء قال كفا السرين إلا يرادو الوتين وحل يرادا حنقلها أي ليلة يعني حنقولها دورك كتشرة مجاهد بالقصد النقلين وكفصرين أو يرى الحبل في الظهر وهو النخاع سأصورنا يا مجاهد وحنقولي حنقولها نتشرها لكن أكثر هو حيوب بضيان إن لقدت الماما يحول المريض كان نتشرها يعني هل بولها غور تمرأ
قلبنا مركا تجي أيام مركا شرح. فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم إذن كمان بدأها من أحد عد إذن كمان بدأها عدا سوء عنه حاجزين حق إسا نقدى فعيسو نقعي ليسا. يعني عد مركا نقباتنا يسوى حانو لده معنو وحانو لده نعيد نقباتنا يسوى نقعي ليسا إذن كمان من نغتل. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه قرآن كل تذكرة ووان للمتقين كوا إلهي كبقنا إياه أي وان إياهي. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أنه حن أقنا إبا إلهي أن منكم مكذبين إن إذن كم مديهين قال إلهي بيننا. وإنه لحسرة على الكافرين، وحنكل أغنهي إنه قرآن كل حسرة إنه تيرانيهي يقوم على الكافرين قال ذكويهي. بمعنى ماذا كتيرانيون أيان وكقوم مون أيان إنه يهيسكو علكام بأيان مركا تيرانيو صاحبي نسبة قال. وإنه لحق اليقين، وحنكل أغنهي إنه قرآنك يقين دبأه إنه يهان أقله. فصبح باسم ربك العظيم، فصبح نزه وحمان كديره وخصفة إنه حمان كديريه وكفقيه باسم ربك مقع ربك ربك سؤال عظيم كي وين دبضناه. أما فصبح نزه باسم ربك مقع ربك حال الشيء يصد حصيصه كل واقع يصد إلهي النزه وحمان كديره ربك سؤال عظيم كي وين دبضنا هذا إلهي وحين الشيء دار ودارنا يو وحي إلهي كل دارتي وحين أركين يو وحين أركين مدو الباء وحل إله وأجمع قسم في القرآن ودارت أغو كل من تبضنا أغو بلارن القرآن كسران. ويا أشياء الشراء دمان وحي وقيب السمان وحي أركين يو وحين أركين لبدا قيبودن بكل قليا حلو حين موجود اتشرا لبدا كبدي حمايان. أما هو وحل أركيه وإنه أركينه أما هو وحي إنه أركين أشياء ذا موجود كاتشرانا وخالقية مخلوقة مركا دمان إلا هيوا كدارت مخلوقات كو دمبو كدارت يسمون ويس كدارت دارت وحي ودع عيسى قرآنك وهذا الرسول إنه لقول رسول كريم رسول كوحلوش إذا رسول بشري رسول كبشر كأها والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة التكوير إذا الشمس كورت آيضاً كسو أرورتي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يعني رهي وحينوش يا قرآن هو هذا الرسول هذا الرسول رسول كآية داو حلوغة تشيري سورة التكوير الرسول الملكي رسول رسولك ملك أها وملك الجبريل مركا لبدا آية دود اسكم معنا رسولك اللوغة تشيري مدنا النبي محمد بلوشي صلى الله عليه وسلم مدنا ملك الجبريل بلوشي وحنا عضينا إياه. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون بآية للرعي قال ذي عربيتنا مرنا وما يؤرن جبريل وشاعر يوا كاهنتون اعدى يكون مسبيذيين قال ذي عربيت ورنيين أما هو كاهن أما هو شاعر دوحوها النبي محمد صلى الله عليه وسلم آية ذكرنا وحلقوا سيسفي رسول كاسئين وياهي ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم ملأ عليها لقى أطيعة أم رأيك تأطيع ذا كي ملأك تأطيع ذا ملأ عليها لقى أطيعانا ده هو ملك الجبريل النبي محمد معها صلى الله عليه وسلم النبي محمد وكي كويري جبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا ما نستوب وقتي أنت نستوب وقنا يسوح كبضا
واتي إلهي سودة شيء وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك كذا محمد إنه أطيعين سلو يسقو دون يوم محمد دون ينا أنا جبريل يالين أمر إلهي ينكح ليهي با دليل كاسكو شريع مركا الله بضع آيضات سداسا مركا الله معني اللغة كالتشيدا ومدنا ملك جبريل الشيخ إيسا مدنا مركا النبي محمد الشيخ إيسا صلى الله عليه وسلم حتى من لبدا ودبا إنه النقض هذا الكيسي القرآن هذا الكي جبريل إيا هذا الكي محمد بالنقض حتى كلام الله النقض سيس هو فقيسا إلا آياتك الوحي الشيخ إنه كلام الله إيا هي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة كلام الله إنه يهي أي الله شغل وحلو كل من أيام قرآن حقيقة وكلام الله إلهي وكوها الله حق إلهي بان قيمين سيدة آية ضبدا بالشيغيان تربي حقي سالة لقصه الدكي تنزيل الكتاب من الله يعني وحوية الله حقي سالة لقصه الدكي أسوه الدكي انت سقصه بلا بنطا تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد مركا قرآن هو منزل من الله جبريل واللسو ديبي جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوسي قدبي مركا لماذا ضمد والبرسولين ويهاي بالشيغة رسول هذا الكؤو الشيغة يانا مرسل كي صدري هذا الكؤسو ديبي أيو الشيغة يا قرسين يا إذا الله صدري مركا قرينا قصوغا الرسول مركين ليلي إنه كلام المرسل يهي وحنا ولي بسيع الضينا يا آيادها كدن بيوة إكسو قنطهي تنزيل من رب العالمين مركا إذن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم لو نسبين يا نبي محمد قرآن والله قول رسول كريم وإلى هيري أما جبريل لو نسبين يا ونسبة تبليغ وتأدية ونسبين جارسين يقود الشوء هذا الكيس اعتبار قويه وحكويه حق جارسين يقود الشدى وعدي اللوغ السوري بيو جارسين أيوه. لكن أصالة ميو ابتداء وقهض اللوغ السقب بلوضي معها هذا الكروح الله نسبية عدي مركه هربك هذا الشيء يا أدور روح مركه وحوي مثلا هذا الهوري السوحك تو الشيقه يا معنى إيربو أرانا يا مسهب الباء إيربو أرانا يا إدي تيربو نسبينا يا أدور روح مركا قبي آنو أران شاكتو ولا دو آني دي سلا كايري قبي معروف والله قرنا يا نين هري يري ورادو ما دورن بالدل أرانا يا هري اللو يري مركا المهم نسبة وحلو شيء نسبة تأدية وتبليغ لكن حقيقة وكلام الله قرآنكو إلهي بانكو هاللي مخلوقنا معها سيد أهل السنة والجماعة قبان أهل السنة والجماعة وحيكو كل إنسيهن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق قرآنك وكلام كإلهي ومنزل ولا سودة شيء مخلوقنا معها مثل أبوري معها صفة إلهي بكمديه وكلام الله مخلوقنا معها أي ماذا أهل السنة وحيرون شرين من قال القرآن مخلوق فقد كفر كي لا ذا قرآنك ومخلوق وقالوه مركا قرآنكم مخلوق معها وكلام كيله مخلوقنا معه سيدا الله ينقل الشيخي وإن الله رمي إياه الله اعتقادية ونسى نصوص دي أدلة أي شيء الله حيري فلا أقسم بما تبصرون لا ذو حلوك ياني توكيد بالوك ياني معنى أن في فائدين ما يسوسر علماء أبدايهين فلا أقسم أي فأقسم وحان كدارنيا بما تبصرون وحا أركيسان ما كدارنيا بعض أهل العلم أقول الله ذا النفي باللغة شيدا لكن هذا الذي قال ذو أي الأهلين باللغو النفينيا واللغو الديدية سلا يدواجران أو حي أفسرين فلا أرنكم معها سلا قال ذو شيديسو شاعرنا معها كاهننا معها هذا البشر قرآنكما أقسم بما تبصرون على هذا
marka lagu socdo laadu inay naafiyo tahay waxay noqonaysa hadal kale in lagu nafinaayo فلا أقسم أي فأقسم ودارني بما تبصرون وحا أركيسا ما كدارني وما لا تبصرون يوحا إذا أركين ما كدارني أشياء تلتين موجود كأي وحا يقيب سنطابة وحا إن أركين إيو وحا إن أركين ودارتي أغب الله نيدو خالقي مخلوق بواسوق ليان إلهينا عدو دونو خلقي سكم مدا وكدا رنكرا وأبنانتين وكدا رتو لكن مخلوقات كأمبنان عدان الله أهيرين كدا رتان أمبنان إنه لقول رسول كريم دارتو هذا الكيود عيسي واكن إنه قرآن كل قول رسول رسول هذا الكيوي رسول كاسو كريم شرف له وإلهي أكتيس كرامة كله وحلو تشيدا وهذا الرسول وحلقت المامية إلا قرآن هو كلامك إلهي وحلو تشيدا قارسين تأسوك قارسين يودتك أسوك قدبنا أيو أي الرسول كاللوغ نسبي مركا ونسبة تبليغ وتأدية ونسبين قدشو يقارسين لوغ نسبين أيو أصالة إلهي باكو هذلو وكلام الله رسولك كريم كان وحا يد اللوغة شهد سينو هربا وصو الشيغني نبي محمد صلى الله عليه وسلم بلو شهد وما هو بقول شاعر قرآنكم معها هذا القبياء معها قبياء هذا الكي معها قال دي قريشيد با وحيورن شرين محمد وشاعر أو قبياء inaad iyo madaxadayd bay uga jeedeen oo waag garanayeen quraanku inaanu gabay ahayn ila gabayga waa yaqaanay shucarana kamid bay ahayn kuwan shucarada ahayn laftooduna waxa gabayga waa garanayeen oo iminka dadku wada gabiya ma aha haddana ruuxi aan gabiya ahayni gabay marka la tiriyo waxaan inuu gabay yahay iyo inaanu ahayn uu kala garanayo saafkeena ma samaa إلى اللغة العربية أفكودي ويان صريقة أهاية قرآنك إنا نقبي أهاية ويقرني لكن عنادي مضح عضي أيك أهاية قليلا ما تؤمنون إيمان يربى الرمين إسان أي إيمانا قليلا تؤمنون ماذا ولتوكيد القلة ومؤكد ومزيد للتوكيد أتكين لأتكين أي هذا الكالو الزيادي إيمان كي يرى الرومين أيان بعض أهل العلم وحبي إلى ذي القلة وحلوقة إلى عدم ومربى يران تلقت الماما يعني يضو عدم لوقة شيده وحان تشرين وحا سوى قليل أي قل ما تزورني إما بس سبوقة تدى لوقة شيده وحير انت هذه سبوقة بمعنى إما بس سبوقة بعض يوصى الفصرين بعض كلا واحد ما يقل ذو باب كيدي عدم اللوغة ما تشيده إيمانك قليل كأنا وحلقت الماما إياه مركا لو يديو لو يلا ذعرك يا أبو ري دوك يا أبو ري إذنك يا إذن أبو ري إنا قال ذي عربيد ودن شرين إلهي بانا أبو ري إلهي با عرك أبو ري إلهي با دوك أبو ري إلهي با مخلوقاتك أبو ري مركا إيمانك قليل كأسال لغة تشيده وإيمان لغوي بي علماء قار كعبران يعني اللغة أهان أي إيمان لو قمك عابي إيمانك الشحيقة هما إيمانك وحنفع أيانا وإيمانك الشحيقة مركا إيمان يرأو قليل إن لو سقو أو إيمان لغوي اللغة تشيدو وربي خالق نمديس يا رازق نمديس أي الرومين أيان كنبت باد أيان وما هو بقول كاهن قرآنكو فاليه هذا الكلمة أها كاهنك وكغيبك وحكا الشيقة أموره صدق النقن دونان يوحد لعيد دونك كور رما وأما حددين كور رما أما فالك كور رما أما وحلا مدا كاسا وحلا إله دا كاهن بالإله مركا هذا الكاهن ما قليلا ما تذكروا أي تذكرا قليلا تذكروا
وأن تو يربى وأن تو بيسام يعني ما هو أن تو بيسام العلماء قالوا فصلين وقل لذا عدم بلغة شيء ذبيلا بعض أهل العلم الوحي إلى هدين وحلقت المامية ومرمرك قاركود وأشياء ونكسن أما إلا إيمانيان أما كربئي لباتوين إنتي كل عضو أي ربي أصول نقنيان إسعرني يا إلهي بريا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون مركز لباتوا الضراتي دهارته الله عيدان هاي مي بري كشرين قال دي عربي مركز لباتوا لقف إذا كبحان لباتوا بي شركي قودي دي بقول لا بيشري تنزيل من رب العالمين أي هو قرآنك تنزيل أي منزل مثل السودة شيئوي من رب العالمين رب العالمين كحق سالك سودة شيئوي يعني سودة شنت قرآنك إلهي بكصوب بلا بنت منت وابتداء الغاية القرآن كلام الله منزل غير مخلوق قرآنك وهذا الكي إلهي وأنا منزل ولا سودة شيئوي مخلوق معها منه بدأ وإليه يعود وتورنش للعلماء السلف حق إلهي وكصوب بلا أبنى سودك انتيس حق إلهي وكصوب بلا أبنى تنزيل من رب العالمين يا آيضها اللمتك أيكو شريه ولو تقول علينا بعض الأقاوي حضونا ذأرا لها هذا الذي قار كوضو وحانان أرنا الشيق لها محمد لأخذنا منه باليمين ونقبل لهين منه حقي سوحان مركا كقبل لهين باليمين حقي سان قبل لهين أما ملكتي سان قبل لهين باليمين منه إلا قتل الماما يو أما حق النبي وكفصر أما ملكت النبي صلى الله عليه وسلم كفصر أما اللي يلاهد لا أخذنا منه باليمين أي باليمين منا وحنكو قبل لهين ملك تيضا نقوق بالله مركا وحي النغانا إسا يمين إن إسفاء إلهي مركا تخي إلهينا وحا أسقنا هذا لبقع موت بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لبقع موت با إلهي أسقنا لبقع موت إلهي بوامدك وكلتا يديه يمين وأتو النبي صلى الله عليه وسلم لبدا قعمود إلهي لبدوبا لبدوبا ومدك يعني مدنا بدح القصفين ماي قعمها إلهي لما مدها قعمها مخلوقاتك كيف كود يقاف كودنا قرمين بعض العلماء وحيكون فصيرين باليمين إلو قتشد بالقوة حقبا نقوقا من الله لكن عند قفة صرتي بالقوة قفة صرتي والله بقى يبوض قيب يمين إلهي أصغاية ومعنيه اللازمك كان لنا أيي حضت المامي أصل كناء النفين تاسي تأويل باطل ما يعيد أصل كناء فيديو لازمك كلي صغيسة أوله رب يمين أمصغنان قعمنا أمصغنان يعني قوة لغتشية تاسي وحي النقنيسة تأويل باطل مركب بالقوة عنده كفة سرطي أصل كو يمين كادين نفيني سنة تأويل باطل يكون عظم حدي أصل كأين النفينين اللازم كون أي شيئين يقو أصل كأين نفين الديدين تأويل باطل مركب مدعين وهي لازم الحق حق حق وحي كاللازماء وحق إلهينا حقنا وأصغنا ضي يعني مدقنا وأصغنا ثم لقطعنا انت أدب يدو حنوشري لهين أقول لهين منه الوثين هل بولها قلبك كحرا أيان مركا شري لهين أما حول المريض كانوا شري لهين فما منكم إذن كما منها من أحد عد عنه حاجزين أحد كاسو حقي سنود دي ديو نغم من عينا إنا نوحي لنود دي ديا إذن كما مدها يعني عيد النود دي دي لهايدو إسكاكا يهور تاقي لهايدنا أنو قبنو وأنو دلو مركا ما شفتين
حاجزين وحي صفكت مرك أحدك وأحد هذه مفرطة هاي سلي حاجزين وشمع اللوغس فيه شوابت وحي تاي أحد هذا وحي اللوغسي ده معنى شمع باللوغسي ده ويعمون بيفايدينيس أحدنا هذا سياق النفي دعضوه عموم بين نقطها لا نفرق بين أحد منهم يعني وحوية ما كان فرقنا بين أحد لا نفرق بين أحد بين شيء مفرد لما قريوا لستن كأحد من النساء سياق النفي مركز دعض عموم بين فايريسة ساس عودت أي حاجثين أو شمع الوصفين إلهي وعقيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبين أبورا أو إلهي كبين أبورتين مرنب إنان لئمن إلهي وعقيها هيا شهد الكن وفردي ووحلق الدرائي مدعين من الدعي سيهدي لعلى هيدين إلهي كبين أبورا لها إلهي ومكاديين إعقاب دقدقو كلا بقر الظالم إلهي وعدعين مكادين لكن عد بين بين نبي نما الشيغان يسو ربك بين أبورنا يسا إلهي ما تمكينيه ومن قرقاره ملكنا ومصقه عقاب الدقدق وكنا ساساودي عد كستو النبي نما الشيغتي وبين بين نبي نما الشيغتي من راقن دقدق بو إلهي وعقابه أو قبطي فادي يعرف ضمبي الشيغان ما شفته شيء هذه الشرط اللي أقول شيء أقول له إذا هذا يصير أصير دعي له هيدا لقى ما قادنا أيوه إنه شيء أصير دعي كره أما أسرة قليل أوح مستحيل أن دعي بكرين بأوح الدعاء الشرط اللي أقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نبيك استمع إلى هاي وحوح يودي هذا الشرك التي ما أدو عمل كاغو أبوريا يعني إكرتا إنو النبي الشرك اللي ما أدو أو مشرك النقضة ما يا ما دعي إكرتا هذا إلهي محوري ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين تنوى نعاس ولو تقول علينا بعض الأقاويل مرنبا مدعي كرتوين النبي محمد إلهي كبين أبرتو لكن هذا يدعي لهي المكادين وإنه قرآن كل تذكرة وأوان للمتقين كو إلهي كبقنا أيوان ويه وإنا لنعلم أنه وحن أكسون هيبا الله يريد أن منكم مكذبين إن إذن كم ديهين قال إلهي بيننا إياه يقار القرآن كبيننا يا إنا إذن كم ديهين وأقنهي وإنه لحسرة على الكافرين وحنك لأقنهي وإنه قرآن كل حسرة أي لتحسر وتيران يكيهي على الكافرين قال ذا وهي كقوم مونيان كتيران يونيان بعض أهل العلم وحي لادين إنه لحسرة على الكافرين وحي كعط فانتهي أن منكم مكذبين وهذا أطفنت أن منكم مكذبين محاين نظر الله أصدقاء أو إنه لو يريد وأنه لو رواي حلو رواي إلا مكذبين وإنه لحسرة بليل لام كاسي هدان كتشر لهين وأنه بالأرضها وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى فهرنا اللام كان كتشرين اهدي اللام قلي لها يولم مكذبين الله أرى لها إنما الله أرى لها يضرى تعيون لها لازم بنقلها استيناف هذه الله اللق بأي جملة عصب الله اللق بأي وواضح لكن مفسرين تا كل بعض قوض وحي تصريحين أيان إنه كعطون ده وحنو كل أقصون هاي إنه قرآن كل حسرة بعض أهل العلم با وحي يعلي إنه ضميرك هذا تكذيب بيعليين بينين أو وحي لهم بينين تطيران يجب كل نقنع إساء قالوا
يقوم مو وبين انت اللعلنا اي حق لقى قاتي وحلقى قاتي مكذبين بلقى قاتي معنى مستر كوا كجرا مركا مستر كمضمن كا فضميرك النغريا مقاتل بسال لقصو نقلي لكن اكثر كمفسرين توحي مرين مفسرين تبدن كود هذا ان لعلنا اي قران وانه لحق اليقين وحنك لو اكسونه انه قران كل حق اليقين يقين دبين يهي علم اليقين يا عين اليقين يا حق اليقين باكل اجرا صدق طبعا القران كيف يمدين علم اليقين ومحي يعني والروح شيء يقين وقرنا اياه لكن ان شاهدين وعلم اليقين عين اليقين نوام حي اسقوا يقين وقرنا اياه ايو دبدنا اركي علم اليقين بو مركان هذا حق اليقين نوحن نقن اياه مركا اسقب اي لكل انتو متربس وكن نقضه مثلا روح مؤمن كقرنا اياه ان قريدوا حقتها يعني وحوها اياه علم اليقين قريد اللفتي ديو يعني ذاتك أي لمن أيان مركو أركو تا مركو وأركنا وحها يا عين اليقين إستقل لفتيسي مركو كل عدو كسو دكتنا حق اليقين كيف مركانا هيا فصبح باسم ربك العظيم فصبح نزه وبمعنى حمان كديريه كسفية كأمان إنو حمان كفضيها نشقك لهي باسم ربك مقع ربك رب قال سؤال عظيم كي وين دبضنا هذا يعني إلهي نزه سبحان الله ده أما سبحان الله العظيم أما سبحان الله وبحمده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بامرك وافق سنو لي باللفظ أهان صفة العظيم شريتانك قجرت مرك لك بعض أهل العلم وحي إلى هذا اسمي ومزيدا للتوكيد كلا نزه يا وا الله فصبح باسم ربك اي ربك ما معنه دعى يا بيدين وقول مشهور اعانه مفسرين تقاركود ما يمران لكن علماء قاركود وحي الهدين حاجه لو ما قبو الا يلاهدو ومزيد للتوكيد اصل الى تعالى وحنباريا ويا الروح كستو دونيا انه ربي التسبيح صدو الا والا وين مقع اله الشيطان سلوم ربي يقول تصديح سنة دانو مقع إلهي شيئين لزما وحاه إنه مقع إلهي شيئين سبحان ربي الأعلى هدات الهدى مقع إلهي واتفكر سبحان ربي العظيم هدات الهوى أساس الله سبحان الله العظيم هدات الهوى أساس الله مركا روح كستو إلهي التصديح سنة إلا بإلا مقع إلهي واشيئين ساساود الشيخ الإسلام ابن الطيمة وحورا شرين معنوه وحور دعيا نزه ربك ذاكرا اسمه ربي قال نزه حمان تكدري يكو أمان إنو حمان كفق يهي حالة مقعيس الشيغيس أحصيس مسألة عين كاسر الشيخ الإسلام ابن الطيم يؤت المامي الصلاة أوفصرين آدي آد بؤتنويهي والشأن قيد الصرع قاضع أماني ابن القيم كتاب كيس بدائع الفوائد وحول وفائدة آذي آذ قالها إلى آخر الكلام مركا ربي حمان شقكم عليه حمانتي وحكم لذا النقصان وحكم لذا التشبيه وحكم لذا الشرك وحكم لذا وحان لائق إلهي وآهين والله بصف إيه سيدا أبض إن الله نسبي إيه فالنوع قال لما أهي أما مركا وحوي صاحب الله نسبي أمانت إله إلا أمانا يو لغو أمانا يو كمال كيسا إيا مدح كيسا حمانتا نقصانتا تشبيها يوحن الله يقاهين ودنا لغو أمانا يو كفقها وشقق لهين تاسي تصبيح دون غريس ساس أودي تصبيح ده إله إلا تصبيح صده وحاض الله سي أماني إن تصبيح دي تحميد الإسرائيل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سيد حديث كان صحيح وقصة أرورتين النبي قوله صلى الله عليه وسلم لبك المدود عربك كفضد ميزانك كعلس إلهي أبتيس لقد شعليه وحويان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا بذاك المدود ميزان كان وكعلسه إلهي أبتيس لقد شعليه عربك وأفضده وفتي على عيالك كتشوغ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.